اما هلا خلينا ننتقل لخبرنا الثاني. ب 11 نوفمبر الشهر الحالي رح يشهد العالم ظاهره فلكيه نادره جدا. الظاهره ما بتتكرر الا بعد كل 13 عام، ما رح تتكرر الا بعد 13 سنه. حيث رح يعبر كوكب عطارد امام الشمس، رح يستغرق مده 5 ساعات و28 دقيقه لعبور كامل قرص الشمس. سكان الارض رح يكون بامكانهم رؤيه هالظاهره الفلكيه بالعين المجرده، حيث رح يلاحظوا عبور بقعه او نقطه سوداء. مالكم شايفين هاي الصوره تقريبا تقريبيه للحادثه اللي صارت او للظاهره اللي صارت من سنين. هتكون نقطه سوداء عم بتمر امام الشمس ونحن بنقدر نشوفها بكل مكان من الارض ونحن بعين المجرده بالصباح. ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان عندهم تساؤلات في حال اذا نحن كنا عم نشاهد الحدث الفلكي النادر، هل يا ترى رح يكون في نتائج سلبيه على الصحه؟ بالنسبه لهالموضوع قالت وكاله ناسا يجب استخدام معدات واقيه اثناء النظر للشمس حتى ما تتاذى الاعين، وقالوا ونوهوا انه ممكن استخدام النظارات الشمسيه ونحن ما ننظر للشمس مباشره لحتى ما تتاذى عيوننا من الظاهرة الفلكية. فنحن كلياتنا ناطرين رح تكون يوم الاثنين بحسب توقيت جرينتش، قالوا من 12 الظهر بتستمر للساعة 6 مساء. كلياتنا ناطرين هالحدث الفلكي وكثير من الأشخاص ومحبي الفضاء والكواكب ينتظروا هذا الشيء بالدقيقة والثانية. خلينا نطلع لفيسبوك. حتقولوا شو صاير؟ ليش في كلمة فيسبوك مغيرة؟ شو الشيء اللي صار؟ عادة نحن ببرنامجنا نعرض لوجو فيسبوك اللي هو حرف الاس، ولكن شركة فيسبوك كشفت عبر مدونتها الإخبارية عن تصميم جديد لشعارها بمحاولة منها لاستخدامه على التطبيقات اللي هي بتملكها مثل واتساب وإنستغرام وماسنجر. الشعار الجديد بيمتاز بأنه بيستخدم حروف كبيرة مثل ما لكم شايفين عندي على السكرين، ومن مميزاته أيضاً رح يظهر بألوان متبدلة تتطابق مع التطبيقات اللي بيملكها. يعني مثلا مثل اللون الأرجواني أو اللي رايح على الزهر هو لتطبيق إنستغرام، اللون الأخضر هو لواتساب، واللون الأزرق اللي هو تطبيق الماسنجر. وهذا حطوا طبعا ونشروا بعض سامبل صغير عن كيف كان تطبيق إنستغرام لما بنفتحه، الكورنت اللي هو الحالي والأبكومينج اللي هو رح يكون القادم، وحيكون في عنا شعار الفيسبوك متواجد مع طبعا تطبيق انستغرام الموجود وباقي التطبيقات مثل واتساب وماسنجر. هي كانت اهم الاخبار الجديده حول فيسبوك والتكنولوجيا. قبل ما نطلع بريك مشاهدينا، خلينا نسمع اغنيه لعمرو دياب، اطلاق جديد على منصات التواصل وخاصه على اليوتيوب، وعلى اثرها كان هو ترند على منصات التواصل، وكان ترند لسه من ايام والناس ناطرين اطلاق هالاغنيه اللي هي بعنوان قدام مرايتها، واللي هي احدى اغنيات البوم الجديد انا غير.